بسم الله، اخيرا برنامج دينامو للدر بوينت 8 نزل وسط طبطنا في الادنس بتاع عرفة 2016. فهقول له ران، مجرد ان انا طبطب عليه كده هقول له نيو. تعال ناخد امر بسيط جدا، ان انا هقول له اجمع لي رقم مثلا عشان اجمعهم لازم استخدم امر اللي هو بلس. زي ما شايف الايقونات شكلها مختلف شوية، تمام، بقت اكثر وضوحا. هنا اختار بقى هل هي اوتوماتيك ولا مانوال. اوتوماتيك يبقى مش هضطر ادوس على الران، اقول له اجمع لي الاكس مع الواي، خلي ده مثلا 5 وده 4 5. طيب عايز يظهر عندي هقول له واتش واخلي الفاريابل يبقى موجود في قلب الواتش، بحيث ان اي رقم بيتكتب هنا على طول هما يجمع الارقام مع بعض. تمام، الاصدار شكله في حاجات كتيرة اسهل وحاجات كتيرة مميزة. ان شاء الله هبدأ اشوفها وابدأ اشرحها ان شاء الله.